تعبت؟ بالعكس، ده شغل لذيذ جدا. الحمد لله اللي قابلتني صدفة النهاردة، وإلا كنت فضلت فاكر نفسك مليونير. في الحقيقة يا منى ما كانتش صدفة. إزاي؟ أنا اللي طلبت من مسعود يعطل إكرام عشان أقدر أشوفك. يعني كنت عايز تقابلني لوحدي؟ أيوة. ليه؟ آه ياما، آه يا رجلي، لا مؤاخذة يا فندم، ما كنتش عارف إن سعادتك هنا. من النهاردة مفيش سعادته، في أحمد وبس. قصدك إيه؟ ربنا خد بيده خلاص. هنهرب من الحياة لحد إمتى يا مسعود يا أخويا؟ لا يا شيخ. طبعًا. إيه؟ كل شيء له نهاية. آه يا رجلي. الله يوجع قلبك يا إكرام. مالك يا مسعود؟ عملك إيه إكرام؟ اديته بومبة زحلقته مليون كيلو، اداني هو بومبتين رجعني ماشي. أحمد هات مية سخنة وملح في تشت. حاضر. عندك المية على النار؟ لا لا، ما يصحش يا أنسة منى، مش معقول. ما يصحش كده أنسة منى.